طيب الأمر الآخر بعد إذنك، أرجو من حضرتك يعني تبين الإخوة الموجودين كلهم معظمهم يعني من طلبة العلم، ما شاء الله. نصائح لطلبة العلم أو الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، كيف يدعون إلى الله عز وجل، وكيف يعني يحببون الناس في دين الله عز وجل، لأن هناك أمور يعني تدمي القلب في مسألة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، في يعني الأخلاق، لا أتكلم غير هذا يعني الأخلاق، ويعني نحط فيها ألف خط يعني. لا، ما حضرتك تدينا نصائح في يعني كيف نتحلى بالأخلاق بيننا في المعاملات، في الدعوة، في جزاك الله خير. يعني مسألة الكيف دي متعلق بالأحوال، ولو تكلمت في مسائل الأحوال دي هيبقى كلام واسع. وأنا الآن أصبحت مقتنع أن هذه أرزاق من الله عز وجل وهدايات من الله. يعني لو إن الناس قعدت تسمع من هنا للسنة الجاية وفي هناك واحد عنده خلق معين، هذا الخلق لن يعدل بمجرد السماع إلا إذا أراد الله. يعني ممكن تجد إنسان فاسق وبقاله 20 سنة بيسمع ومع ذلك لم يتأثر، ومرة من المرات ركب عربيته وماشي جنب ناس بيتكلمهم تلقى في أذنه كلمة عابرة، هذه الكلمة العابرة هي التي تسبب ماذا؟ هدايته، مع أنه سمع مواعظ ودروس وخطب ومحاضرات، لكن لم يجعل ربنا سبحانه وتعالى يعني له سببا في الهداية إلا في ذلك الوقت. فطلبة العلم والدعاء إلى الله، هؤلاء هم صفة الناس وطليعة الأمة، فإذا كانت خلالهم على السوء وأخلاقهم على غير المعروف هتقول لهم إيه؟ أنا أنصحهم أن يكونوا قدوة لغيرهم، وألا يكون حظهم كحظ بني إسرائيل أنهم يعلمون فلا يعملون. هذه نصيحتي.